يسعد اوقاتكم جميع، معكم شاه رسلان واهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. بفيديو اليوم رح يكون معنا ميرا. هلو كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير. انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. ميرا عملت انا وياها فيديو سابق، والفيديو هذا بتلاقوه عندها على القناه بخصوص البيانس، فكل اللي مهتمين بهذا الامر يروح يشيكوا على قناتها لانه هي كمان بتعطيكم مواضيع كتير مهمه بخصوص البيانس. رابط قناتها راح يكون بصندوق الوصف لهذا الفيديو. بهذا الفيديو اليوم راح نتحدث عن الاخطاء الشائعه والمتراكمه باللغه الالمانيه، وهي الاخطاء دائما بتحصل مع الاشخاص اللي عم يتعلموا اللغه الالمانيه من جديد. طبعا هاي الاخطاء لازم نحن نتفاداها بشكل كتير كبير وبشكل تام. ليش؟ لانه نحن لما بنحكي هاي الاخطاء نحن بنظهر للطرف الثاني انه نحن غير متمكنين من اللغه الالمانيه بتاتا، فلهيك لازم نتفادى هاي الاخطاء. وبهذا الفيديو راح نشرح لكم اهم هاي الاخطاء وشو هو الشكل الصحيح لها. فميرا راح تبلش بالخطا الشائع الاول وفايتا جيتس. كيف منقول باللغه الالمانيه معك حق؟ هل منقول دو بس غشتش او منقول دو هاست غشت؟ طبعا دو بست غشتش هيدي غلط، لازم نقول دو هاست غشت. دو هاست غشت يعني معك حق. الخطأ الشائع اللي بعده هو اندي تواليتيجين. اغلب الاشخاص اللي عم يتعلم اللغة الالمانية وانا بسمع يوميا هاي الجملة هي ايش كي اندي تواليتي او ايش با اندي تواليتي. ليش نحنا هون لازم ما نستخدم هاي الجملة؟ لانه هون عم نرتكب نحنا خطأ فادح. اول شيء عنا دي تواليتي باللغة الالمانية هي تواليت، نفس اللي متعرف عليه باللغة الالمانية او باللغة العربية. طبعا هذا هو شكل التواليت، ولما نحنا منقول ايش كي اندي تواليتي معناته انه نحنا رح نفوت على قلبه لهذا وليس رح نروح نقعد عليه. لتفادي هذا الخطأ الألمان أو باللغة الألمانية بنستخدم حرف الجر أوف مع حالة نصب حالة أكوزاتيف، وبتصير مع أو بيصير يعني شكل الجملة الصحيح هو إيش كي أوف دي تواليت، يعني أنا ذاهب للحمام يعني رايح أقعد عليه وليس فوت لقلبه. إذا بدي أقول إنه أنا كنت بالحمام أو أنا كنت بالتواليت بقول إيش با أوف دي تواليت. إذا بدنا نقول لشخص خلينا نتعرف على بعض، هل منقول لاس أونس كنن لانن أو منقول لاس أونس أيناندا كنن لانن؟ عنا أول شيء لاس أونس كنن لانن هيدي غلط، لازم نقول لاس أونس أيناندا كنن لانن، وهيدي هي الجملة الصح. الخطأ الشائع اللي بعده واللي منتشر خصوصا هلأ بفترة الصيف هو إيش بن هايس. تمام؟ إيش بن هايس هذا خطأ كتير فادح كمان لازم يعني تتفادوه، لأنه لما بنقول نحن إيش بن هايس معناته أنه أنا كتير إنسان حار أو أنا كتير حامي يعني، وليس بالمعنى أنه بسبب الجو أو إلى آخره. وبعتقد أنه الكل منكم هلأ فهموا علي. والشكل الصحيح من هذا أو من هاي الجملة هو ميا إيست هايس. ميا إيست هايس بتعني أو يعني بتعني باللغة الألمانية أنه الطقس حار ولهيك أنا مشوب. تمام؟ إذن بهذا الشكل منتفادى هذا الخطأ الشائع ومننتقل هلأ للخطأ اللي بعده. وهلأ في سؤال كتير مهم، مثلا إذا إجا حدا وسألك شو اسم هيدا الشيء باللغة الألمانية وإنت بدك تجاوبه ما بعرف شو اسمه باللغة الألمانية، هل بنقول ich weiß nicht wie das in Deutsch heißt أو بنقول ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt؟ طبعا الإجابة الأولى هي غلط، لازم نقول ich weiß nicht wie das auf Deutsch heißt. طبعا هيدي هي الإجابة الصحيحة، لازم نستعمل حرف الجر auf. الخطأ الشائع اللي بعده هو ich bin im Haus. ich bin im Haus جملة خاطئة باللغة الألمانية تماما ولا يعني ولا صحة لها أبدا. يعني لما بقول ich bin im Haus ما حدا بيفهم علي. تمام؟ أما لما بقول أو بدي أعبر أنه أنا بالبيت هون بستخدم دائما حالة استثنائية باللغة الألمانية zu، وبقول ich bin zu Hause يعني أنا بالبيت. إذن حالة استثنائية لما دائما أنا بدي أكون بالبيت بقول ich bin zu Hause وليس ich bin im Haus، فلهيك قلنا حالة استثنائية ومنقول دائما ich bin zu Hause يعني أنا بالمنزل. وهلأ عنا جملة كتير بنستعملها بحياتنا اليومية يلي هي أنا ألتقط صورة. كيف منقول أنا ألتقط صورة؟ هل منقول ich nehme ein Foto أو منقول ich mache oder schieße ein Foto؟ الإجابة الأولى هي غلط، لازم نقول ich mache oder ich schieße
I'm photo. هذه هي الإجابة الصحيحة. الخطأ الشائع اللي بعده هو Ich warte dich. Ich warte dich هي جملة خاطئة باللغة الألمانية. ليش؟ لأنه بالأساس نحن ما استخدمنا مفتاح الفعل ليعطي المعنى للجملة واللي هو auf. إذن مع الفعل warten يعني ينتظر، بنستخدم دائما حرف الجر auf، وبنستخدم بعده حالة نصب واللي هي الأكوزاتيف. الشخص اللي بنستناه بيوقع بحالة النصب. على سبيل المثال الجملة الصحيحة لهذا المثال هي Ich warte auf dich يعني أنا أنتظرك. إذن بهذا الشكل منتفادى هذا الخطأ ومنصيغ هاي الجملة بشكل صحيح. كيف بقول باللغة الألمانية أنا أبكي من الفرح؟ نعم أبكي من الفرح. هل منقول Ich weine aus Freude أو منقول Ich weine vor Freude؟ الإجابة الأولى هي غلط، لازم نقول Ich weine vor Freude. هيدي هي الإجابة الصح. الخطأ الشائع اللي بعده واللي بيستخدموه الألمان ليومنا هذا ولحد الآن هو جملة Ich bin der Einzigste. Ich bin der Einzigste هني بيقصدوا فيها دائما أنه أنا الوحيد. تمام؟ على سبيل المثال هلا بقول Ich bin der Einzigste der hier ist، يعني أنا الوحيد الموجود هون. ولكن هون نحن ما فينا نقول der Einzigste أو die Einzigste الوحيدة، وإنما der Einzige. الجملة الصحيحة أو الصفة الصحيحة هي der Einzige. هون هاي الصفة Einzige ما فينا نعليها أكتر، أو ما فينا يعني نعطيها صيغة مقارنة أو تفضيل. تمام؟ يعني ما فينا نفضلها عن الصفة اللي هي نفسها Einzige. تمام؟ فلهيك نحن لازم نصيغ هاي الجملة بشكل صحيح ونقول Ich bin der Einzige، أنا الوحيد، أو Ich bin die Einzige يعني أنا الوحيدة. إذن بهذا الشكل منصيغ هاي الجملة ونتفادى هذا الخطأ. وهلأ إذا كنا بموقف معين وإجا شخص عم يحكي معنا ونحن ما بنعرف من هو وبدنا نقله إنه أنا ما عندي أي فكرة مين أنت، هل منقله Ich habe keine Idee wer du bist أو منقله Ich habe keine Ahnung wer du bist؟ شو الإجابة الصحيحة؟ الإجابة الأولى هي غلط، لازم نقول Ich habe keine Ahnung wer du bist. هيدي هي الإجابة الصح. الخطأ الشائع اللي بعده هو لما نحن منروح على السوبر ماركت انه اغلب الاشخاص بيستخدموا حرف الجر تسو وبعده ام، حرف الام يعني، او تسوديم. تمام؟ على سبيل المثال بيقولوا دائما اشكي تسوم اديكا او تسوم ليدل او مثلا تسوم الدي، وهذا الشيء كثير خطأ. دائما نستخدم مع الذهاب للسوبر ماركت للسوبر ماركت حرف الجر تسو بدون اي اضافات او بدون اي زوائد اعرابية. كيف بنسأل حدا اذا كان في عليه حرارة؟ كيف بنسأله انه هل عندك حرارة؟ يعني هل عليك حرارة؟ هل بنسأله هاست دو اين فيبا؟ او بنسأله هاست دو فيبا؟ طبعا الجواب الاول هو غلط، لازم نقول هاست دو فيبا. هيدي هي الاجابة الصحيحة. الخطأ الشائع اللي بعده هو auf dem Computer arbeiten يعني العمل على الحاسوب، ولكن هون الصياغة غلط لأنه نحن بالأساس لما بنكون عم نشتغل على الكمبيوتر أو عم نشتغل بالحاسوب على الحاسوب هون بنستخدم دائما حرف الجر أن. تمام؟ وبيصير معنا أو منصيغ الجملة يعني مع الحالة الإعرابية اللي هي داتيف، منقول am computer arbeiten يعني هلا بقول ich arbeite am computer. إذن لا تستخدم حرف الجر auf مع العمل على الحاسوب، وإنما حرف الجر أنه بتزيدوا له الام يعني بيصير أنه am، بتبدلوا الان بالام بتصير am computer arbeiten. إذن بهذا الشكل يعني منصيغ هاي الجملة ومنتفادى هذا الخطأ. كيف بقول أنا زهقان باللغة الألمانية؟ هل بقول Ich bin langweilig أو بقول Mir ist langweilig؟ الإجابة الأولى هي غلط، لازم نقول Mir ist langweilig. Mir ist langweilig يعني أنا زهقان. الخطأ الشائع اللي بعده هو Entschuldigung Sie bitte. Entschuldigung Sie bitte والمقصود هون بالجملة انه اعذرني حضرتك من فضلك او اعذرني رجاء، وهي الجملة خطأ. ليش؟ لانه نحن بالاساس عم نستخدم نومن اللي هو دي انتشولديغونغ يعني المعذرة، وهون عم نقول بعد مباشرة زي يعني كأننا عم نوصل هون فعل مع فاعل اللي هو زي.
تمام. الفاعل هو زي والفعل entschuldigen. هون بهاي الحالة نحن بنستخدم الفعل wie gesagt entschuldigen وهون بقول entschuldigen Sie bitte، يعني اعذرني حضرتك رجاءا او المعذرة رجاءا، تمام. اذا بهذا الشكل بنصيغ هاي الجملة بشكل صحيح وبنتفادى هذا الخطأ. وهلأ في سؤال كتير مهم، اذا كنت بدك تروح على السينما انت ورفيقك وفي حدا عم يسألك مثلا مين بده يروح على السينما وانت بدك تقول له نحن الاثنين، فشو بنقول؟ wir gehen zwei ins Kino او بنقول wir gehen zu zweit ins Kino؟ طبعا الاجابة الاولى هي غلط، لازم نقول wir gehen zu zweit ins Kino. واذا كان بدي روح لوحدي بقول ich gehe allein ins Kino. او اذا كنا بدنا نروح مثلا سبعة بنقول wir gehen zu siebt ins Kino. الخطأ الشائع اللي بعده هو ich bin gut، يعني انا انسان جيد. ولكن هون دائما اللي عم يتعلم اللغة الألمانية بشكل جديد او مبتدئين بيقصدوا فيها انه انا منيح. لما حدا بيسألنا كيف حالك wie geht's dir، هون بجاوبة دائما بيقولوا ich bin gut، وهذا شيء خطأ. ليش؟ لانه نحن بالاساس في عنا دائما صياغة او صياغة جملة للإجابة على سؤال معين، وباللغة الألمانية دائما نستخدم الصيغة mir geht's gut، تمام. مية جيت سكوت يعني انا بخير او ماشي الاحوال معي، يعني الامور كلها تمام عندي تيب توب، تمام. مية جيت سكوت دانكي يعني انا بخير شكرا، وليس ايش بن جوت، تمام. اذا بهذا الشكل بنعبر عن هذا الشيء باللغة الالمانية. بتمنى هيدا الفيديو يكون عجبكم، واكيد هيدي كانت من اهم الاخطاء اللي لازم نتجنبها لما بدنا نحكي اللغة الالمانية. واذا حابين انه نعمل جزء تاني اكتبولنا بالتعليقات، وبتمنى لكم كل التوفيق والنجاح. اذا هذا كان كل شيء بيتعلق بفيديو اليوم، بنتمنى انه هذا الفيديو نال اعجابكم، ونتمنى كمان انه الاشخاص اللي كانوا عم يرتكبوا هاي الاخطاء انه يعني بالايام او بالمستقبل يعني ينتبهوا لهي الاخطاء ويشكلوا منها جمل احترافيه قويه، وانه يصيغوا هاي الجمل بالشكل الصحيح. اذا كان عندكم اي فكره او اي يعني سؤال لموضوع معين يا ريت تكتبوا لنا اياه تحت بالتعليقات. كان معكم شاهر رسلان وميرا، وفي امان الله.